معظمنا يفتكر مشكلة قش الرز اللي كانت بيتحرق ويسبب جزء كبير جدا من السحابة السوداء اللي كنا بنشوفها في الوقت ده من السنة. دلوقتي بقى في منظومة كويسة جدا الحكومة عاملاها مخلية الموضوع اقتصادي بالنسبة للفلاح، بدل ما بيحرق قش الرز بيفرمه ويبيع للناس وياخد فلوس، فبقى مجزي اقتصاديا. لكن في بقى مشكلة تانية كانت ان الأجهزة نفسها المفارم دي مش احنا اللي بنصنعها، فالهيئة العربية للتصنيع النهاردة بتصنع الأجهزة دي، وفي 200 جهاز يمكن تشوفوهم ورايا هم جاهزين للتسليم. بكده هيكونوا قفلوا المنظومة كلها وننتهي من مشكلة قش الرز. احنا بنتعاون مع وزارة البيئة في توفير كافة المعدات لنتغلب بيها على مشاكل البيئة، سواء كانت معدات خاصة بالمخلفات الزراعية او معدات خاصة بالمية وتنقية المية. فكل المعدات المعرض الموجود عند حضراتكم ده معظم المنتجات اللي فيه انتاج مصري 100% وتصميم مصري 100%. النهاردة اي تعاون مع اي شركات اجنبية عالمية بنشترط عليهم يتم التصنيع هنا في مصر ونقل التكنولوجيا هنا في مصر وتأهيل الكوادر المصرية. احنا النهاردة الحقيقة في الهيئة العربية للتصنيع في إطار المنظومة بتاع الحد من تلوث الهواء، بدأنا القصة دي مع بداية الموسم بتاع ما يقال عليه السحابة السوداء بإنتاج مجموعة من المفارم من خلال إنتاج كامل من خلال مصنع قادر، وابتدينا ان احنا نشتغل بيها في خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. ولكن الفكرة بتاعت نوبات تلوث الهواء الحاد بتيجي في فترة معينة وبعدين بتنتهي، ولكن مشكلة المخلفات الزراعية لا تنتهي، فيجب ان احنا يبقى عندنا خطة استباقية. الفكرة كلها ان احنا بنوزع المفارم النهاردة حوالي 120 مفرمة على مجموعة من المحافظات اللي احنا عارفين ان عندهم المخلفات دي هتطلع وهتطلع بكثرة عشان يقدروا يستخدموها. الجزء التاني اللي أهم هو التوظيف بتاع الشباب في المنظومة دي. احنا بدأنا بالتصنيع بتاع المفارم دي محليا، احنا بنهدف ان يبقى عندنا تكنولوجيات وطنية، ولكن لا يكفي ان تكون هناك المعدة، ولكن يجب ان احنا نشرك الأصحاب المشكلة فيها، ندربهم عليها ازاي التجربة دي هنقدر ان احنا نكررها او نقدر ان احنا نكبرها. الهيئة العربية للتصنيع هي بتحاول ان هي تقفل الدائرة الاقتصادية بتاعتنا، يعني ان الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها المكن وكده يكون تصنيع مصري. بيبدأوا الاول ان هم يجمعوا الحاجة هنا، بعد كده بيبقى في جزء بيتعمل هنا، بعد كده 100% صناعة مصرية علشان الدائرة كلها تتقفل واحتياجاتنا نقدر نغطيها ونقدر الاقتصاد بتاعنا ينهض. انا دينا ابو الفضل الجندي وهي دي الحكاية مع عمرو اديب، MBC مصر.